الذكرى 55 ليوم الشرطة الليبية لم يمر في غريان دون احتفاء. مديرية أمن المدينة أقامت حفلا بميدان الشهداء، حضره مدير الأمن وعدد من أعضاء المجلس البلدي ولجنة الطوارئ. مديرية أمن غريان يعني منذ 3 أشهر، أي منذ التحرير، وهي تواصل حقيقة الليل بالنهار من أجل تفعيل الأجهزة الأمنية والشرطية خاصة في المدينة، وكذلك توفير ما أمكن من معدات ومهمات للشرطة حتى يكونوا بالمظهر، يظهر بالمظهر اللائق. مديرية أمن غريان بهذه الاحتفالية فهي ترسل رسالة بأن المديرية الآن في أمن واستقرار، رغم التهديدات، رغم القصف اليومي عليها من الجو، رغم المناوشات ربما تحت بين الحين والحين في حدود وأطراف المدينة، إلا أننا مصرون على البقاء وعلى العمل وعلى التحدي وعلى خدمة شعبنا والقيام بواجبنا كمديرية أمن. الاحتفالية تضمنت عرضا لمنتسبي وزارة الداخلية وعددا من سيارات الشرطة التي تحصلت عليها مديرية أمن غريان ضمن الدعم الاستثنائي من وزارة الداخلية للنهوض بالمديرية مجددا. والله نهني القائمين على هذا الحفل وعلى رأسهم رئيس مديرية أمن غريان، ونهني الأعضاء اللي معي كانوا في احتفالية في طرابلس واليوم رفعوا رأس غريان في غريان هني، ونهني الشرطة كلها اليوم بالذكرى 55 لشرطة ليبيا. إحياء يوم الشرطة بغريان سبقته ورافقته أوضاع صعبة عرفتها المدينة، وهي أيضا رسالة من مديرية الأمن على إصرار منتسبيها المضي قدما في تنفيذ الخطة الأمنية واستتباب الأمن. محمد النبوت، ليبيا الأحرار، غريان.